السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله البنات كامل تكونوا بخير. هزوا الفلون استماع ان شاء الله فيديو تاعي تاع اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. حبيباتي اللي دخلوا معنا جدد، نرحب بكم حبيباتي في القناه، واللي مازال ما اشتركتش في القناه ضغط على زر الاشتراك هكذا باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. اليوم البنات فيديو لنا اليوم رايحه نديروا بعض الافكار البسيطه اللي تحبوها لعيد الميلاد. كما قلت لكم في الفيديو اللي فات، درت عيد ميلاد حفله صغيره هكذا لبنتي نهال، وحبيت نفرحها هكذا سورتو مع هذه الخلعه تاع الزلزله، وكامل يعني كانت خلعه ربي ان شاء الله ربي ما يعاودهاش، لانه واحد الخلعه بزاف كبيره على الاولاد سورتو. مي حنا عندنا شويه كوراج من الاولاد، يعني ما نقولكمش ربي يبعدها علينا وان شاء الله يا ربي يسترنا اجمعين كامل. كما راكم تشوفوا هنا البنات، كاين وحده مشتركه قالت لي حللنا، يعني كما شفتوا هاد لا ستاتول مع هادو لي دوي ولا بوشادوي، هادو كامل شريتهم في كي درت لكم يعني الفيديو تاع المشتريات. كاينه وحده مشتركه قالت لي يعني حللنا هاد لابواط تاع لي دوي، وهادو هما حبيبتي هادو لي دوي صغار خلاص، يعني تقدري ديري بهم وريدات هكذا صغار لي تارت لانيفيرسير. وانا اليوم رايحه نستعملهم في لا تارت تاع بنتي. كما راكم تشوفوا لابواط هادي جات فيها لا دوي وجات فيها لا ستاتول هادي صغيره، رايحه تسحقوها تاني لي تارت لانيفيرسير، وجات فيها تاني هاد لابوش. لابوش جات على يعني بلاستيك ماشي تاع قماش، فوالا. وبالنسبه لا تارت لانيفيرسير تاع نهال رايحه نديروها لا تارت باربي، يعني بالبوبيه، شريت لها بوبيه وراح نشكلها على شكل تورته. ان شاء الله رايحه تعجبكم وتاخذوا فكره، وكاين يعني افكار بسيطه وراقيه في نفس الوقت. ان شاء الله رايحه تعجبكم في هذا الفيديو ان شاء الله. هنا درت لا جينواز ديالي بالشوكولا، درتها دائريه كما راكم تشوفوا، من بعد قطعتها على ثلاثه كما راكم تشوفوا هنا، يعني ثلاثه طبقات. من بعد طيبت ثاني لا جينواز واحده اخرى بالفانيليا، درته بالبول هذا كما راكم تشوفوا هكذا باش ندير الشكل تاع لا روب تاع الدميه ولا لا روب تاع الباربي. هنا لا جينواز تاع الشوكولا قسمتها كما قلت لكم على ثلاثه، ودرت لا شونتي بالشوكولا، ودرت لا شونتي واحده اخرى بيضه يعني بغير بلا فاني. وهذيك تاع الشوكولا راني ندير طبقات يعني التوعي، كل طبقه رايحه ندير لها هاد الحلوه الملونه تاع الشوكولا. من بعد نزيد الطبقه الثانيه ونشربها. شربتها هنا يعني بالحليب وشوكولاته الغبره، خلطت شوكولا الغبره في الحليب وشربت لا جينواز ديالي، ودرت هادو ثلاثه طبقات، كل طبقه درت فيها لا شانتيي والحلوه. فوالا، من بعد نغلف هاد لا جينواز ديالي. بالنسبه اللي طيبت في البول، لا جينواز اللي طيبت في البول، يعني البول اللي عندكم البنات تاع الشوربه، تقدروا ديروا هاد الشكل هكذا باش ما تقولوش ما عندناش المول، ولا تقدروا ديروا هاد الطريقه. من بعد قسمتها على ثلاثه هي تاني، ودرت كل طبقه بلا شونتي بيضه كما راكم تشوفوا، شويه حلوه لداخل، وراني نغلف فيها بلا شونتيي البيضاء من الفوق. هذه كشكل لا روب تاع الباربي، يعني تجيكم كلي شغل فستان. فوالا هذه هي البنات، احنا راني نغلف فيها كما راكم تشوفوا هكذا. يعني كانت مفاجأة رائعة، يعني على بالها هي باللي لانيفيرسير ديالها، وعلى بالها باللي رايحة ندير لها لا تارت وكامل، بصح ما على بالهاش واش رايحة ندير فوق يعني الطاوله. درك تشوفوا الطاوله تاعها كيفاش زينتها وكيفاش حضرت بعض الافكار هكذا، ان شاء الله رايحه تفيدكم انتم ثاني. دائما انا نبارطاج معكم كل افكاري، ان شاء الله رايحه ينالوا رضاكم حبيباتي. بالنسبه للدميه ديالي كيفاش نحطها لداخل لي تخت ديالي، هنا تقبت هذوك لي تخت توعي بالموس حتى لتحت هكذا باش نقدر ندخل هذيك يعني البوبيه ديالي من الفوق. فوالا، حطيت لا روب تاع لا بوبي، حطيتها فوق لا جينواز ديالي تاع الشوكولا. وهنا يعني الدميه ديالي غلفتها
بالسيلوفان، يعني رجليها كامل غلفتهم بالسيلوفان هكذا باش ندخلها لداخل فوالا حتى لتحت، يعني حتى لتحت. من بعد ريحه ندير بلا بوش اللي شريت كما راكم تشوفوا، غير بلا دوي هذيك صغيره ورقيقه، يعني تخرج لكم هذوك الوريدات هذوك الصغار خلاص، سورتو هذو اللي تارت لانيفيرسير كيما باربي كيما لا فواتور كيما، يعني الحوايج هادو تاع الاولاد الصغار دائما مليح نديروهم بلي دوي هادو الصغار ماشي هادوك الكبار، هكذا باش تجيكم يعني لا طارت ديالكم متحوفه وتجيكم شابه. من بعد درت لا شونتي ديالي البيضاء قبل وشكلت هنا، درت لا فورم تاع الفستان ديالي هكذا كيما راكم تشوفوا هنا في الفيديو، ونص واحد اخر لونته باللون الوردي، الوردي ولا الخوخي ولا ما على باليش كيفاش حنا نعيطوا الخوخي هنا في بجايه اخوخي فوالا. هكذا البنات من بعد كملت كامل اللي بقى تاع لا جينواز ديالي البيضاء، كملتها كامل باللون الوردي فوالا بهذه الطريقه، يعني حتى نخلصوا كامل لا تارت ديالي. وبالنسبه لا تارت تاع الشوكولا غير غلفتها بلا شونتي تاع الشوكولا، درتها بالشوكولا يعني درت لها بواطه تاع بواطه تاع دانيت، يعني درت كاس تاع شونتي بكاس تاع ما من باكاس تاع ما، وضفت لها بواطه تاع دانيت وتعطي له يعني واحد البنه رائعه لهاد لا شونتي. فوالا البنات كملت كامل هذيك لاغوب كيما راكم تشوفوا، حتى نكملوها كامل ونعمروها بهادو يعني بهادو الوريدات صغار خلاص باش تجيكم يعني متحوفه اكثر. من بعد البنات ما كملت يعني بلا شونتي ديالي، هنا راني ندير في العقاش هذا كيما راكم تشوفوا ساير داير على لاغوب تاع البوبيا ديالي كيما راكم تشوفوا هكذا. يعني انا دائما لي زيدي ديالي يجيوني كي نكون نخدم، كي نكون نخدم دائما يجيوني لي زيدي. وعندي العقاش هذا البيض ثاني راني نحط هكذا شويه في لاغوب هكذا باش يجي شويه شباب. فوالا البنات حاجه يعني بسيطه اللي عندكم في البيت، انا ما شريت والو غير لا شونتي اللي شريت، ما شريت والو العقاش كان عندي في البيت، يعني الحاجه اللي يكون في البيت المهم تفرحوا يعني ولادكم، تفرحي بنتك ولا تفرحي وليدك. سورتو كيما قلت لكم مع الظروف هادو تاع الزنزله والله العظيم البنات خلعوا مساكن والله العظيم، درت لهم هاد الحفله نساو كلش، ويعني جاوا صحاباتها وجاوا يعني ضحكات ولعبت وكامل، يعني ما شاء الله جاز واحد النهار بزاف شباب. المهم نسات شويه سورتو هاد الصغيره خلعت بزاف. فوالا البنات هذا هو يعني زينت هكذا بالعقاش حتى كملت لابوبي ديالي. من بعد البنات هاد يعني لا تارت اللي لتحت بالشوكولا زينتها بشويه هذاك السكر كريستال، وزدت لها هاد العقاش الرقيق خلاص رقيق خلاص زينته هكذا من الفوق، يعني حاجه بسيطه وخفيفه وظريفه. هنا من بعد ما كملت لا تارت ديالي كما راكم تشوفوا نولوا البنات للمملحات اللي درت لكم في الفيديو اللي فات. العجينه رايحه نديروا مع بعض، الحشو رايحه نديرها لكم اقتصادي، يعني ما فيهش لا دجاج لا لحم لا والو، حاجه اقتصادي بصح تجيكم راقيه وتجيكم بزاف شابه ومام الاولاد يحبوها. هنا نبدا قبل لا كريم او فرماج ولا كريمه الجبن، رايحه نزيدو هنا رايحه نديرو في الكاسرونه 3 مغارف كبار تاع المارغرين ورايحه ندوبهم كما راكم تشوفوا. من بعد رايحه نزيد 3 مغارف كبار معمرين تاع الفرينه، يعني قيس قيس ولا درتو كاس تاع الزبده ديروا كاس تاع الفرينه. هنا نبدا نقص من النار البنات ونبدا نحرك الفرينه ديالي مع الزبده، غير نحمصهم غير بالعقل على النار هاديه هكذا باش تتحمص معنا الفرينه وتعطي لكم بنتيجه رائعه وبزاف بنينه هاد لاصوص هاد الكريمه، يعني تجيكم ما شاء الله. هاد الكريمه رايحه نديرو كريمه البشاميل، من بعد رايحه نحولها الى كريمه الجبن، في الاخير رايحه نضيف لها الجبن فوالا. من بعد رايحه نزيد نص كاس عفوا نص لتر تاع حليب
فوالا نص لتر تاع الحليب داخل الفرينه ديالي والزبده، ونبدا نحرك باستمرار ما نخليهاش خلاص حتى تذوب هذيك الفرينه، من بعد ريحه تعقد معايا هكذا بهذا الطريقه. بعد ما عقدت معايا كما راكم تشوفوا تجيكم ليس، لازم تجيكم ليس، ونضيفوا لها كميه تاع الجبن اللي تحبوا، الجبن المبشور ولا الجبن المثلثات، ونزيدوا لها شويه برك تاع الملح يعني باش نعدل الذوق برك، لانه الجبن راه مالح، ونزيدوا الرشه تاع الفلفل الكحل. هذا مكان، ونخلط كلش مع بعض هكذا تولي كريمة الجبن. نتوما تقدروا تضيفوا الكمية كبيرة تاع الجبن ولا حبيتو، هذه هي لاباز اللي نديروا بها المملحات تاعنا. من بعد رايحة نبدا نعمر في لي باركات ديالي ولا لي تارتيلات تاعي للشكل اللي حبيتو، ولا يعني الشكل اللي يعجبكم، ودرت لكم يعني الشكل بدون مول، رايحه ان شاء الله رايحه تجربوه، وصوتو اللي ما عندهاش لي مول. هنا عمرت قبل الكريمه ديالي في لابوش، وراني نعمر في لي باركات ديالي بهذه الطريقه بلابوش وبلادوي. من بعد رايحه ندير هاد الزيتون الاخضر، يعني هادو الزيتون المقطع هكذا دي غونديل، وعندي التونه اللي هي الطون، يعني ما فيش بزاف يعني المقادير، ما فيهش لا دجاج لا لحم لا والو، غير بالطون تشريه وتوجديه بالخف، يعني حاجه بسيطه، يعني في نص نهار توجدي كامل. واش وجدت درك تشوفوا يعني الطاوله كيفاش زينتها، يعني وجدتها في نهار واحد. ضفت هنا الطون ديالي في يعني في الكوتي، والكوتي واحد اخر درت الجبن المبشور، وزينتها هكذا بوريقه تاع المعدنوس، وتجيكم يعني شابه بالبزاف البنات، ان شاء الله ريحه تعجبكم. بالنسبه للتارتيلات ديالي بدلت شويه ذوق، حبيت نديرهم بالفلفل المشوي، درت فلفل الحلو المشوي ولا الحار اللي يحب الحار، ودرت طوماطيش مشويه خلطتهم مع بعض، زوج سنينات تاع الثوم وشويه فلفل كحل شويه ملح، وكلش رحيتو مع بعض. من بعد شويه زيت الزيتون بيان سور، ونضيف كميه تاع الطون لداخل كما راكم تشوفوا. من بعد رايحه نعمر لي تارتيلات ديالي هكذا باش نخلف شويه هكذا الحشو هكذا، يعني هاد الحشوه تاني اقتصاديه وبزاف بزاف بنينه، يعني ما تسحقوا لا دجاج لا لحم، والله العظيم البنات جربوها وردوا لي بالخبر. ودرت ان غوزاس هكذا من الفوق بالكريمه، كما قلت لكم الكريمه ديالي هذه هي لاباس تاع المملحات تاعي تاع اليوم، ودرت فيها حبه زيتون كحله، ودرت وريقه تاع المعدنوس، وتعطي لكم واحد يعني واحد الشكل بزاف شباب. تقدروا ديروا فيها تاني شويه الجبن هذاك المبشور من الفوق كما حبيتوا، كما هذه درت شويه الجبن المبشور ودرت فيها الزيتون الاخضر فوالا، وريقه المعدنوس دائما يعطي له شكل بزاف شباب هكذا البنات. يعني كملت كامل المملحات ديالي بهذه الطريقه، وان شاء الله رايحه تعجبكم، لانه هاد المملحات بحشو اقتصادي، مام العجينه راكم شفتوها في الفيديو اللي فات. درك البنات نخليكم تشوفوا الطاوله ديالي كيفاش زينتها لاعياد الميلاد، ان شاء الله رايحه تعجبكم. هذه هي طاولة عيد ميلاد بنتي نهان، ان شاء الله ريحه تعجبكم. هادو هما المملحات اللي كملتهم، درت لي باركات هادو الصغار خلاص، ملاح بزاف للمناسبات والافراح،
ودرت لها تاني هاد الكريم دي ساغ شوكولا اللي سبق ودرتها معكم في القناة، راهي الوصفة في القناة ان شاء الله. اللي تحب الوصفة نخلي لك الرابط اسفل الفيديو. وشريت كما راكم تشوفوا دي بالون هكذا تاع لانيفيرسير، وشريت ثاني لي غوبلي هادو ماشي تاع جوطابل، هادو هادي يتغسلوا ويتخباو لاعياد الميلاد، شريت للاولاد وشريت للبنات، يعني يتباعوا غير 3 ب 10000 رخاص. على دي شريت لاعياد الميلاد هكذا نخبيهم توجور لاعياد الميلاد، ماشي خير من جوطابل. فوالا، وحطيت الحلوه، هاد القرعه فيها الحلوه لداخل، وحطيت لاطارت تاع النهال كما راكم تشوفوا، المملحات ديالي كما قلت لكم الحلوه الكريم ديسير فوالا، والمشروبات لي جو كامل لي زاسيات، شريت زاسيات جوطابل ثاني مع لي فورشيت هذوك جوطاب. هادو هما المملحات تاوعي البنات، ان شاء الله رايحة تعجبكم، ملح للمناسبات، ملح لاعياد الميلاد، ملح تاني لندن ديروهم كما قلت لكم، تخبيو هادوك لي تارتولات في لي بواط مع لي باركيت، كي يجي رمضان راح تلقاوهم واجدين، غير تعمروهم بهادو الحشوات، وانتم الحشو اللي تحبوا تقدروا ديروا الدجاج، كما تقدروا ديروا لا فيوندا شي، يعني الحاجه اللي تحبوها ما من المركز ثاني تقدروا ديروه لداخل، حاجه بسيطه وبزاف هايله. ودرت يعني الديكور هادو الاشغال اليدويه درتهم انا في البيت، يعني وليت الزمن الجميل كي كنا نديروها في المسيد. درت لها هكذا شويه، يعني هادو كامل ما على بالهاش واش درت في البيت، وزينت هكذا الطاوله وزينت شويه البيت هكذا، كي جات نهال صابط كلش اللي تحبوا كامل صبتهم هنا، وجات صحابتها ودرت واحد القعده بزاف بزاف هايله مع صديقتها، وغنوا لها وكلبوا القاطو. هذه هي طويلتي لنهار اليوم، راح نخليكم البنات تشوفوا هذو المقتطفات، وانا نخليكم هنا، ما بقى لي غير نقول لكم ويعجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الحباب والاصدقاء هكذا باش تعم الفائده، والى الملتقى مع فيديوهات واحد اخرين. ما تنسونيش البنات في اللايك والبارطاج، وما تنسونيش في التعليقاتكم اللي تشجعني واللي نموت عليها، والى الملتقى، سلام. لا خمس ست نتيجة.